السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. وكيف معوضكم دائما الجديد مع نوال المذكورية. وقبل ما نبدأ في التفاصيل ديال هاد البارتما هادي، شكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق الزوينة اللي كتخليو ليا، وشكرا للمغاربة ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيدعموني وكيشجعوني، شكرا لكم. وما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناة مع العائلة والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وتشجعوني أنا نزيد نحط أكثر. والناس اللي يلاه التحقوا بالقناة ديالي شكرا لكم، تابونوا في القناة باش دائما يبقى يوصلكم الجديد إن شاء الله. وبسم الله على بركة الله غادي نبدأ في التفاصيل ديال هاد البارطما هادي. هاد البارطما جات في الأزهار، بارطما زوينه كبيره مشمشه. اللي بغاها يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كما كتشوفوا هذه راه الكوزينه، كوزينه كبيره وزوينه. المهم فيها جوج البيوت وصالون، وفيها كوزينه كبيره، وفيها واحد المريح، وفيها الطواليت اعزكم الله. المهم هاد البارطما هادي جات سفليه، ماشي سفليه كاع، وانما جوج مترو مهزوزه على لاكاف، كاين لاكاف تحت وكاينه جوج مترو تقريبا. هذا باش كاينه البارطما، اللي بغى يجي يشوفها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كما كتشوفوا معايا راه هي نقيه مصلوحه وفصالتها زوينه. وسمحوا لنا على التصوير، كنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. جات حدا العود الابيض، كل شيء كاين حداها، الطاكسيات كل شيء، السيد تيقول جميع المرافق حداها، اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. بالنسبه للازهار راه كاينين عندنا فيه جوج بارطمات اخرين من غير هاد البارطما هادي. اللي كيقلب على الازهار مرحبا. وبالنسبه للبارطمات اللي باقيين عندنا، فكاين عندنا بارطمات في سيدي مومن زوينين في الديور. الناس اللي كيقلبوا على البارطمات في سيدي مومن، كاين عندنا في الديور ابتداء من 32 مليون، وكاين عندنا في جوهره، البرنوسي، اناسي. وبالنسبه للناس اللي باغين بقع، كاين بقع سكنيه وبقع تجاريه في حد سوالم، اللي بغى شي حاجه مرحبا، راه كاينين بقع زوينين. كاين عندنا ارض، الناس اللي كيسولوا على الاراضي راه كاين عندنا ارض في ما بين حد سوالم والبير الجديد. وبالنسبه للبارطمات اللي تباعوا، راه غادي نشارك معكم ان شاء الله البارطمات اللي تباعوا. بارطما ديال عبير تباعت، وديال إقامة أمين، وجوج بارطمات في سيدي مومن حي الدومة تا هما تباعو في الديور. وكاين عندنا واحد الفيرما زوينة في ولاد زيان، جات في بلاصة زوينة، اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا ويمشي يشوفها. وكاينين عندنا بارطمات في بورغون وفي المعارف. وبالنسبه للناس اللي باغين يحطوا عندنا البارطمات ديالهم مرحبا. كما كنقول لكم دائما، الفيديو يكون بالعرض ديال التليفون ماشي بالطول، وتكون 10 دقائق، وحطوا البارطمات ديالكم حقهم في التصوير. الله يجازيكم بخير، راه كيكونوا بارطمات زوينين وما كتحطوهمش حقهم في التصوير، عطيوهم حقهم في التصوير باش يكون التصوير واضح. وتقلو ملي تكونوا كتفيلميو في البارطمات ديالكم، تقلو شويه باش يجي الفيديو واضح ويجي بشويه بشويه، وكل بلاصه تحطيوها حقها. بالنسبه لهاد البارطما هادي راه فيها 64 متر، راه كبيره تبارك الله.
فيها 64 متر، والسيد تيطلب فيها 32 مليون قابله للتفاوض. اللي بغاها راه غادي تصايب معاه ان شاء الله في الثمن. جات في بلاصه زوينه وفي موقع زوين، كل شيء كاين حداها، جات حدا الطاكسيات وجميع المرافق حداها. المهم هذا هو الصالون كما كتشوفوا معايا، دار نقيه وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم دائما، ونكون خفيفه على قلوبكم، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يشوفوا، مرحبا، تواصلوا معنا قبل نهار قبل باش نديروا تحنا مع موالين الدار، باش يكونوا في الدار ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البارطمان اللي حطيت ديال اقامه الكوثر، تباعت، والبارطمان ديال عين السبع حتى هما تباعوا، والبارطمان ديال الحي محمدي حتى هي تباعت، الولفه حتى هي تباعت، البارطمان اللي كانت في الولفه عندي حتى هي تباعت، وغتكون واحدة اخرى ان شاء الله. راه دائما كنقلب على الجديد وعلى بارطمان يكونوا في متناول الجميع ان شاء الله. يا ربي تسهل على الجميع، لينا وعلى الجميع يا رب. راه كاينين بارطمان باقي ما نزلتهمش، باقي ما شاركتهمش معكم، ان شاء الله كل يومين ننزل بارطمان ان شاء الله. وغادي نخليكم مع تتمة الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله.